اهلا وسهلا. اهلين فيكي. رحت على البيت بالاول. جود لا تقول انه حكيته. لا ما حكيته، لانه طول ما شافت هالخدامه هديك هنيك جود ما بده يشوفني. بابا اسمعني ارجوك، جود ما فينا يبعد عن جيهان، وانت بتعرف ولو جيهان قالت له موافقه كانوا تزوجوا من زمان. بابا شبك، تذكر جود من لما كان طفل كان يقول انه هو بده يتزوج من جيهان. لا تزعل حالك، بترجاك. رح الاقي طريقه لطلع هديك البنت من حياته كرمال اقدر ضم ابني، وهو يضمني رح استغل كل الفرص اللي بتصح لي. بتشوفي حبيبتي. لك شو عم تعمل؟ هلأ بيشوفنا حدا؟ لا تقلقي، أصلاً الليلة رح أحكي للكل، ومن اليوم ورايح ما رح نضطر إنه نخبي عن حدا. في عشا اليوم وجاييكن الضيوف، لمين وشو بدك تحكي؟ أساساً يا جيهان الكل بيعرفوا إني عشقانك من نحنا وصغار. ليك أنا بدي روح شوف شو ضل عندي شغل. لا تعمل هيك مع جيهان، بعد عنا. انت منيح وطيب ونحن رفقات تمام، بس لو سمحت شوف شغلك، لانه مو شغلتك تتدخل فينا. عروة انت اجيت؟ يا ريتك تساعدني، بدي هداك الصندوق، ايدي ما عم توصل لهونيك. جيهان لازم نحكي. الشغل لفوق راسي وعم اتسابق مع الوقت من الصبح. تمام منحكي بعدين، نزل لي هالصندوق من فوق. اتركك من الصندوق، لا تشتغلي، تزوجيني واخلصي من هدول الناس. انا بدير بالي عليك وعلى امك. عروة انت شو عم بتقول؟ بحبك بجنون جيهان، بلي فيني كوني مرتي، نحن مثل بعض ومنفهم على بعضنا منيح. عروة نحن رفقات وبس. جود ما رح يساعدك، كل هالشي كرمال هوسه، بس يشبع منك رح يزتك على الباب. انت ما عرفت جود ابدا، هو مانو من هذا النوع. جود بيحبني من كل قلبه عن جد. ما بيحبك قدي. عروة عروة شو يلي عم تعمله؟ عروة اتركني، لا تلمسني. عروة عروة اتركني اتركني. عم تاكل هيك على الماشي؟ وين جيهان؟ الضيوف رح يصلوا، ما في شي جاهز لهلأ، رح أخجل كتير قدامهم الليلة. أمي بكفي تحاولي تخلقي شي بيني وبين أسيل بقى، ما رح يمشي الحال، مستحيل. أنا بحب وحدة تانية عشقانة، وعرضت عليها الزواج وقبلت. عن جد عم تحكي؟ إيه عن جد. مين هالبنت؟ أنا ما كنت بعرف انه عندك حبيبي لليوم. المثل لما نكون مجموعين كلنا رح اعلن هالشي. يا الله ما دام الليله مميزه كل هالقد، ليش ما خبرتني؟ كنت جهزت شي خاص وكنت بطلب منه مرتب. مع انه جيهان مانا هون، من مين بدي اطلب المينو يا ترى؟ انا رح اروح اشوف جيهان. Thank you.
جيهان وينك؟ امي عم تدور عليك. جيهان شو صار لك؟ قليلي مين عمل فيكي هيك؟ احكي قليلي مين عمل فيكي هيك؟ جيهان احكي قليلي. بترجاك اتركني روح البس علي شي علال. جيهان جيهان مين عمل فيكي هيك؟ قولي مين عملها؟ جيهان اطلعي فيني مين عمل فيكي هيك؟ مين عملها؟ عروة ما؟ وينو هلا؟ وينو هالواطي؟ جود جود واقف جود. خير شبك؟ مع مين علقت؟ ما علقت، عملت حادث صغير. اشتغل شغلك معلم، لسه بدك كتير؟ ليكني عم شوفها، هات المفتاح تبعها. وقف جود بيه، شو عم تعمل؟ طاولة! تعا! اسمعني منيح لك، اسمع، إذا بتلمس جيهان مرة تانية بقتلك بأرضك وما بشفق عليك إنك يتيم، فهمتني ولا؟ أنا بحبها، أنت ما بتحبها مثل ما أنا بحبها، أنت رح تدمرها، معي رح تكون مبسوطة كثير. كيف رح تكون مبسوطة ولا؟ كيف رح تكون مبسوطة إذا ضحكان على البنت؟ أنا ما عملت شيء بغير إرادتها. بالله شو؟ بأي إيد لمستها ولا؟ بأي إيد لمستها قلي؟ قول بأي إيد لمستها؟ بهي؟ بهي لمستها؟ بهي ولا؟ بهي يا واطي؟ بكفي جود بيك، بكفي كسرت له إيده للرجال. بيك مرة تانية إذا بتلمس جيهان ما رح أضلك عايش على وش الأرض. خلص لبقى تبكي، بتعرفي لجود منيح ما في أعند منه، وأكيد ما رح يتركك هيك. أنا رايح أغسل وشي وإجي. ليكك قاعد هون وما فيك قوة، ضعيف كتير جود، والشي الوحيد اللي مخليك عايش هني هالكم جهاز. بتحب ايمون هلا؟ ما رح ايمون اهدى، مو محرزة عاملها، رح تموت بالأخير، وإذا متت قبلي يمكن يصير عندي سبب لأتعلق بالحياة من جديد. وجيهان وقتها رح تكون إلي، وكون زوجة بدالك، وبيجوز يجي يوم وتنساك. إيه عن جد نعمل جنازتك، وهي رح تزعل شوي، والكل كمان بيبكوا، بعدين رح يتابعوا حياتهم، وأنا رح تخلص مشكلتي وكون وصلت لجيهان. شو عم تعمل هون؟ الجهاز طالع صوت، قمت فتت لأشوف شو القصة. تفضل اطلع، وجودك هون عم يزعج المريض. We'll be right back.
شئنا. شو هالبيت؟ وين أنا؟ كيف إجيت؟ ليش هيك؟ هذا مو إلي، كيف لبسته؟ من وين إجوا هدول؟ أنا شو عم ساوي؟ وين أنا؟ ليش هاد مقفول؟ افتحوا لي الباب. مين في هون؟ افتحوا لي الباب. أنا ليش هون؟ شو عملت؟ لك افتحوا لي يلا. طلعوني من هالمكان. ما في حدا هون. بدي روح. خلوني روح كرمال الله. خلوني روح. لو سمحت فيني احكي معك شوي؟ طبعا تفضل. بنتي جيهان ما بتعرف انه جود كان عايش وهو في رصاصة جوات راسه. ما فهمت، كيف يعني ما بتعرف؟ يعني انه جود ما حكى عن الشيء اللي صار معه لأي حدا، وخصوصي مرته يا دكتور. لهيك اذا هلأ اجت وخبرتها فجأة عن الموضوع رح تنهار. فلو سمحت خليه هو يلي إلا وقتي فيه. أوه لك أهلين. بعد من وشي يا مان. طب ليه تأخرتي؟ كنت متوقع تجي أبكار. هذا جود اللي عم يموت هون، كنتي قاتلي حالك عليه من زمان، هلأ لشرفتي؟ لا تضيق لي خلقيقة، تركني بحالي بقى. لا ومعصبي عن جد؟ أسيل احكي بصراحة، لو أنا صاير معي هيك شي كنتي رح تجي ركض وتشوفيني؟ كله ماشي حسب الخطة صح؟ خطة؟ أي خطة؟ لك علي بدك تمثل؟ آه الخطة. ايه يعني منيحة وكل شي كان مثل ماني راسم على الضبط، لك بس جود عنيد وما عم يستسلم للموت لهلأ، وإلا كان كله ممتاز. بس برافو والله، انت الوحيدة اللي عرفتي. لأني فهمتك يا يمان، بس انت ما فهمتني أبدا، وما عرفت شو في براسي ولا بأي وقت. شو قصدك تقولي؟ شو اللي براسك؟ خليها لوقتها. كيف؟ شو هاي ال أسفة جود. أنا بعرف إني المسؤولة عن الشيء اللي أنت فيه اليوم، لأني لو ما تزوجت يا مام بوقتها كنا بألمانيا هلأ وكنا عشنا مبسوطين، وأكيد كان إجانا ولد أو ولدين، وهي الرصاصة ما كانت براسك. وكنت رح أفتح عيوني وشوف الشخص اللي بحبه كل يوم الصباح. اسمعني شو أنا بحبك من قلبي، وما حدا كان قريب مني غيرك، ولو كنت مع وحدة تانية ولو قضيت كل عمرك معها رح ضل حبك كتير.
أنا بعتذر، لو سمحت سامحني. ليكني على الباب، قلت بلا ما رد عليك. أسيل، أنا عم دقلك مش هنقلك ما تجي. إيه ليش جود؟ التغى العشاء عندكم؟ غريب، مع أنه أمك ما بيناسبها تعمل مثل هيك حركات. أكيد في قصة. ما القصة بيناتنا، يعني ما بقى في داعي أنه نضيع وقت. حاولت أشرح لك بس ما فهمتي بنوب. إيه بس كيف يعني بدنا نضيع الوقت؟ أنا لهلأ ما فهمت. أسيل، ليكي نحنا يعني مستحيل ما بنقدر، حتى لو أنت بدك، لأني بحب وحدة تانية. هي ما هيك، أمينة حكت لي إنها كانت حب الطفولة تبعك، وإنت شكلك أخذ القصة بجدية. بعتذر جود، بس طلعت قلك إنه جهزت العشاء. بعتذر، لا تواخذني. لا جيهان، ما في داعي إنه تعتذري مني على شيء. يلا. انتي عم تعملي كل هاد كرمال أسيل ما؟ بس بتعرفي إنه ما رح يصير اللي بالك، صح؟ أوف، سكري هالموضوع. من وقت ما خبرني وأنا عم فكر إنه مين هاي البنت يا ترى؟ بس ما يكون اللي خاطرة ببالي. أنتي قصدك جيهان ما؟ مزبوط أمينة، بقدم لكم مرتي المستقبلية. مو على اساس انت بتحلها وقلت هالموضوع عندي؟ وينه؟ مو طلبت اني اوثق فيك؟ وما رح تخلي حدا يقرب منا لجيهان؟ كيف صار هالشي لكان؟ فهمني. انا خلاص، انت واحد وسخ وما فيك نخوه. لك كيف عملت هيك؟ اه ما في هيك شي، انت فهمت الموضوع غلط. خلاص انا فهمت اللي انت قلته. يا بيك اعطيني فرصه وانا بحلها. شو رح تحل بقى يا غبي؟ رح يتزوجها. خلاص خبر الكل، والحق مو عليك، الحق علي أنا. ممدوح بيك، حضرتك وعدتني إنك تدفع لي. والله شو؟ لك أنت شو عملت من اللي اتفقنا عليه؟ آه خد. أصلا هذا مستواك تلم المصاري بعد ما تكون متبهدل هيك؟ حشرة. أنت تحسن وقوم من التخت هاد، وما عاد بدي شي تاني منوب. ليك قوم وانا رح اعرف خليك تسامحني اكيد، بس ارجع لي ماشي. انت ليش قاعد هون؟ مو اخدتك الشرطة؟ كيف خلوك تطلع؟ هن تركوني. كيف هيك بقى؟ يعني ما في أدلة فخلوني أطلع. أي وأنت ما اعترفت طبعا. الرجال بيكون قد الشي اللي عمله، صح الحكي؟ عم تبكي ما؟ يلا نقلع. بنتي أنا عن جد ندمان على اللي عملته، كتير ندمان. ولك اطلع لبرا عم قلك، ولا تخليني عيط. أنت ليش رجعت؟ لتكون حابب إنه تكمل عليه؟ لو سمحتي حاولي تسمعيني شوي. يلا اطلع اطلع، وإلا رح موتك بأرضك. ها بلا ما جن وعملها، يلا نلع. لك بدي روح، خليني روح لك.
لعند ابني، خليني روح. بس أنا جايب أكل. لا أنا ماني جوعانة أبدا. لك شوفي الأكلة يلي بتحبيها. فاصولية؟ أنا ما بحب أكل فاصولية، بتضايقني لأنه لك أنت ليش حابسني هون عندك؟ خلاص خليني روح. لك أخي قاعد بالمشفى صار له من الصبح، وفي ابني نور هو لحاله بالبيت، أكيد بيكون خاف، من شان هيك تركني روح لعنده. أنت بتقولي مرتي وهالبيت هو بيتك. هون أبداً ما أنا بيتي، وأنا ما بعرفك وما بعرف مين أنت، تركني روح. بس أنت مع الأهل برادي، ذكرتي ما؟ أنا ما علقت شي لك، خلص بقى اسكت. أنت مرتي لإلي وبدك تعطي بهذا البيت. حل عني، بعدين أنا ماني مرتك. لا مو مرتك، بعد هيك. أنت مرتي لإلي، أنت مرتي الحلوة. ماشي؟ ما بحبك أبداً، فهمت؟ بدي ذكرك بكل شيء، بكل شيء، فهمتي؟ أوف، لك ليش تأخرت ماما لهلأ؟ ايه روحي شو؟ الو خالة جيهان، بدي تقولي لأمي اني خلصت وظايفي، خليها تجي لعندي. شو؟ بس هي ما اجت لهون، يعني انا ما شفتها. شلون يعني؟ مستحيل. معناها ردت ضاعت ما؟ هلأ شو بدي اعمل؟ لا خلص اهدى شوي، هي امتى طلعت يعني؟ صار لها زمان؟ ايه من زمان. الا زمان كتير. طيب ماشي، انت لا تخاف. انا رح لاقيها اكيد، بس شوف بتعرفها لهي جارتكم ما غيرها، الخالة خديجة، تليفونها رقمه مسجل بالبيت؟ ايه. تمام، معناتها عطيني رقمها هلأ وأنا رح حاكيها وخليها تيجي لعندك، ماشي حبيبي؟ يعني عم تعمل هيك مشان زعلني ما؟ حرام تعمل فيني هيك، بيحترق قلبي بس شوفك بهالحالة. هذا خيارك أمي، مو أنا السبب. حطيها بمكانها عروة. حطيها أمي. طيب بس خد إدويتك لو سمحت. ما بقى أخد شي أمي، وتركيني بحالي ماشي؟ لا تخافي، ما رح موت هلأ. لك ليش عم تحكي هيك يا روحي؟ وليش بتضل تجيب سيرة الموت؟ حابب تزعلني منك؟ طيب هات يا أمي هات. لا ما في بعد. لك أعطيني إياها أعمل لك. أنا آسف أمي، ما كان قصدي أبدا، ما كان في داعي نحط بهالموقف. خلاص أنا ما عاد في فايدة مني. عموت يا أمي، ليش مخبية هالسر لحد هلا؟ وشو ممكن يصير أسى من هيك؟ صعب مو؟ ويمكن موتي أهون. عروة لو سمحت اترك المشروب وخد أدويتك، يلا عم بترجاك. وهي خلصتك منها. Thank you.
شي بك فتون خانو؟ لك ايدي مربطة، ما عم بقدر ساعده العروة، ما فيني احكي له الحقيقة بنوب. بس يمكن يتحسن اذا حكيتي له. ما فيني، لا ما فيني خاطر بهالشي. اذا عرف الحقيقة قلبه ممكن ما يتحملها، ولهيك ما بدي. رح حاكيكي بصراحة، حضرتك مدللتي كتير، لهيك ما بيعرف قيمة يلي عنده. ايه بس هو مريض. لك شو فيها؟ في له علاج وبيصح عليه، هو ياخد الدواء وبيطيب اكيد. جود وضعه أسوأ، نهايته الموت، وقاعد عم يستناه هلا. ايديك بردانين ومثل التلج، معقول تكون بردان؟ انت مدفتني وقت كنت مريضة؟ ليك مستحيل تموت عم تسمع حكي. بكرة رح تتحسن، أنا متأكدة. أنت هيك وعدتني ورح تضل معي. إيه حضرة الشرطي، اسمها أمينة. إيه هي طلعت على أساس إنها جاية على المشفى، يعني خلينا نقول عندها مشكلة بالإدراك تقريبا كأنها ولد، ولهالسبب أنا خايف يكون صاير معها شيء ما نو منيح. طيب ونحن بانتظار خبر من عندكم. طمني عنه. مو منيح لساته، لهلأ فائد الوعي. بدك تطلعي وتشوفي؟ روحي فتون خانو واحكي معه كمان، والمسيح خليه يحس بوجودك. جود محتاجك كتير هلأ. بس نحن عشنا ظروف صعبة وما كنا متفقين، فأكيد هو بيكرهني. حتى لو، بس هو بحاجة لعاطفتك هلأ ولكل مشاعرك كأم. بس أنا ماني أمه يا تحسين. بس لو كان عندي الجرأة كنت بقلك انه هذا اللي فوق هو ابنك. We'll be right back.
أنا محظوظ كتير لأنه عندي أم مثلك. كل ما بشوف هالصورة بقول هالشي. بنبسط لأنه أمينة بتغار منها على طول. قلت لها تعي نتصور بس ما حبت. وأنا ما قبلت بس أنتي أصريتي ما؟ منيح إني أصريت. حتى أشوف الصورة وأشبع منك. أنتي ابني. وراح يصير إلك بيت. يعني طار العصفور. بس ابنك مو حابب يطير لحاله. ماما هذا أحلى يوم بحياتي. لهيك لا تبعدي ولا تتركيني. أرجوكي اتفقنا؟ كوني جنبي. طبعا رح كون جنبك. يا عمري يا روح قلبي حبيبي حياتي. دور بير باك يلدزلارا نسل كيچك نكدار وزاقلارتا دوكمسان كايب olsam onlارتا يرم يوك نسل olsا دنيانتا. دور بير باك yıldızlara senin gibi ne kadar uzaklarda dokunsam sana yaklaşsam yerim yok senin dünyanda yalnızlığın arkadaşım bunu sen seçtin sen istedim yalnızlığım arkadaşım bunu sen seçtin sen istedin.
الحل. دخيلك. شو هالمنام الفظيع؟ هذا مو منام، مو معناها حقيقة، مو حلم. أنا رجعت لك، وعدتك إني ما أتركك ما هيك، وهي وفيت بوعدي. أنا لازم خبر الدكتور ليجي. لو سمحتي خبري الدكتور انه جود صحي. انا قلت هون احلام، وخليك مع هاي البنت. انت كل شي بالنسبة لي. شو عم تسوي؟ بدك تهربي ما؟ عم تتزاكي علي؟ بدي امشي، ما بعد عني اخي ناطر، اتركني روح. كتي انا رح ورجيكي. وما دام حاولتي تهربي من زوجك وخنتيني مرة تانية يا واطية، انتي رح دفعك الثمن غالي. شو بدك؟